أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي والمخرج المسرح الليبي عماد السنوسي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. قال لي وطني توضأ من ليالي الخوف، توضأ من ليالي الخوف، صل الفجر في المنفى. توضأ من ليالي الخوف، صل الفجر في المنفى، ورتب حسرة الأشياء في صمت، فلا وحي بهذا الليل يمنح متعبا حرفا. وخذ ما شئت من ذكرى، وخذ ما شئت من ذكرى، لعلك في انكسار الروح تعصر خمرها نزفا. ودع للريح وجهتها، ودع للريح وجهتها، وسر معها وخل ضياعها كشفا. ولا تسأل عن الماضي وقد أرضعته خوفا، ولا تسأل عن الماضي وقد أرضعته خوفا. فلا الوطن الذي شيدته حلما غدا وطنا، ولا أفكاره سقفا. أنا وطنك، أنا وطنك، أنا فردوسك الوهمي، كم غنيته شعرا وكم ذوبته وصفا، وكم شكلته ألقا وكم عانقته طيفا، وكم ناديته وطني وأنت هناك مرمي على أبوابه ضيفا. مدمن وجه هذه الأرض أنى جرحها يشفى، فغادر فغادر قبل أن يرتد طرف السين والسوفا. فما يبقيك في بلد إذا ما سيق ماضيه وحاضره وعاليه وسافله وأوله وآخره إلى قرصانه وقفا. وما يبقيك في بلد تلخصه شعارات تبيع الوهم والزيفا. توجه توجه أينما شردت خطاك إذن، ولا تستفتها كيف، فكل خطاك ملهمة إذا سارت إلى المنفى. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا الكاتبة فداء الزمر، متخصصة في مجال أدب الطفل. كتبت قصة أنين الأقصى، هذه النسخة المترجمة باللغة الإنجليزية. طبعا هناك قصة باللغة العربية، نسخ باللغة العربية. هذه القصة أردت، طبعا كتبتها بعد أن قرأت مقال في إحدى الصحف أن الجيل الجديد يجهل الأقصى، فكانت أحببت من خلال هذه القصة أن أحفر القضية الفلسطينية وقضية الأقصى التي يتعرض للمخاطر، والتي من خلال الحفر تحت هذا البناء ومن خلال الاستيلاء عليه زمانيا ومكانيا. فأحببت أن أسلط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال طفلة صغيرة تعود إلى من البيت إلى المدرسة أو من المدرسة إلى البيت، وأثناء عودتها تسمع الأنين الذي يصدر عن المسجد الأقصى، فتحاول أن تعرف ما سر هذا الأنين، فيخبرها بطريقة يعني بحيث أنه يتعرض لهذه لمخاطر عديدة، ويتحدث لها عن مكانته الدينية والتاريخية. فتطلب الطفلة من عصفور، طبعا يحزن على جلوسها الطويل امام هذا او امام الجدار الذي تسنده جدار الاقصى الذي تسنده بجسدها الهزيل، فيقوم بمحاوله مساعدتها بان يبحث عن الاطفال من جميع انحاء العالم لياتوا ويهبوا لنجده المسجد الاقصى ونجده فلسطين، حتى اوضح للأطفال أن القضية الفلسطينية هي ليست قضية الشعب الفلسطيني، وإنما هي قضية الأمة بأسرها.
لأن الأقصى في القرآن، فقضية الأقصى هي قضية عقدية، مطلوب منا أن ندافع عن القضية الفلسطينية، وأن طبعا يكون لنا شرف في تحرير فلسطين. طبعا القصة يعني مشوقة بأحداثها وباستعانتها بالعصفور وأيضا بالألوان الجميلة التي طبعا كان للرسام دور مكمل لي. وقد أحب أن أنوه أنها فازت بجائزة فلسطين العالمية عن فئة الأطفال، والآن سيتم ترجمتها إلى معظم اللغات العالمية كي طبعا تصل القضية الفلسطينية لجميع أطفال العالم ولكل أحرار العالم، ليس فقط المسلمين وإنما والمسيحيين وإنما كل أحرار العالم. وقراءة ممتعة أتمناها لكم. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. سيدات سادتي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. في هذه الحلقة سوف نتناول ما نحن به من تغيير في الوعي البشري. أذكر المتنبي له بيت رائع دائما في مخيلتي، يقول: وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. طبعا راح أكتب الشطر الثاني من البيت حتى لا نطيل على السادة المشاهدين، ولكن بس توقفني في هذا البيت. وكأن طبعا الإعلام السوشيال ميديا يشيد بأهل غزة ونضال أهل غزة وصمود أهل غزة، والكل يقول لهم كأنكم من كوكب آخر أو كأنكم من طينة أخرى. والغريب أن هذا البيت وكأن المتنبي قاله لأهل غزة. إذا ما استرجعنا التاريخ وإذا ما دخلنا في مسائل الرياضيات التي لها علاقة بالتكامل والتفاضل، فالتفاضل هو مشكلة كبيرة أحاول أن أصغرها ضمن معادلات رياضية، والتكامل هي العملية العكسية. فإذا ما طبقنا هذا القول للمتنبي العظيم على الواقع الحالي فإنه ينطبق على أهل غزة. سوف نبدأ بالكتابة حتى لا يكون أو حتى تكون الأمور أكثر وضوحا. أن تسكن كما نشاهد، أحاول أن أتكئ على فكرة المبنى والمعنى للنص لبيان عظمة وجمال اللغة التي هي هوية من هوياتنا، ويجب علينا عمل كل الجهود لإبقائها حية، تقارع كل الجهود لطمسها ولمحوها وللقضاء عليها. الغرب بوجهه الحقيقي، لن أقول أكثر من هذا الكلام، ظهر بكل شفافية أمام العالم بازدواجيته و
محاولة ركب ما يسمى بالتيار الغرب براغماتي، وكلمة براغماتي هي ما يقال باللغة المحلية صاحب المصلحة أو صاحب ما يريد، شخص يريد شيء من الآخر، المصلحة، لنقول المصلحة أو المنفعة، هي المنفعة هو المصطلح. فهنا نقول أن تسكن اللحم والعظم. قد يسأل سائل لماذا اللحم صغير ولماذا العظم بهذا الشكل؟ اللحم متغير، وإسرائيل مع الأسف لديها، أظن هي وقلة من دول العالم التي لديها بنك أو ما يسمى مبنى أو هيئة مؤسسة تعتني بأعضاء وجلد الشهداء الفلسطينيين، تسرق هذه الجثث وتضعها في 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 مكان خاص لاستعماله لجنودها الجرحى أو المصابين في الـ في الـ في الـ على أي حال العظم هو الأساس، الهيكل العظمي. في السبب جاء التركيز خطيا على كلمة العظمة، لأن العظم هو الحامل للحم، فاللحم سواء متغير بين الأبيض والأسود والاختلاف الألوان البشرية، وطبعا متفق مع قوانين الكون، فلا سبب اللحم ليست بهذا العظم هي الأساسية، الهيكل العظمي هي سكيلتون، هي الجهاز الحامل لهذا الكيان الذي طبعا أتمنى أن يصل إلى مستوى الإنسانية، لأنه كل بشر يحمل هيكل عظمي ويحمل لحم ولكن بدون وعي، وعندما الوعي يلبس هذا اللحم وهذا العظم يرتقي ويصبح إنسان. أتمنى الأيام القادمة أن نكون أكثر إنسانيا في التعامل مع القضايا، سواء كانت قضايا غزة أو كل القضايا الشائكة التي تعصف بكوكبنا. ألقاكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي والمخرج المسرحي الليبي عماد السنوسي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سيد عماد، ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. مرحبتين بك وشكرك على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة الرافدين وشكرا لك أنت خاص. مرحبا بك. حضرتك يعني تمتلك موهبة الرسم في الأساس، ثم درست هندسة ديكور في جامعة طرابلس الليبية، وكلاهما يعني يعني هندسة الديكور والرسم كلاهما يعني يشتركان برؤية واحدة، حيث يبحث كل منهما عن ترتيب الأشياء والألوان بشكل جمالي لتحقيق اللمسة الإبداعية. الفرق بينهما أن الرسم موهبة والهندسة اكتساب، فأيهما يعزز الآخر؟ أولا أنا يعني كانت بدايتي رسم. نعم. كانت بدايتي من الطفولة، يعني كانت رسم، ف موهبة الرسم كانت معي من الطفولة. لما وصلت المرحلة الثانوية وخرجت، أنا طبعا درست في حوالي 6 مجالات في الجامعة. نعم. من بينهم الهندسة المدنية، بس الديكور كان اكتساب، نفس القصة اكتساب. نعم. ماهوش، فكان من خلال الهندسة درست هندسة، بس ما أخذت منها إلا الجانب الرسم الهندسي. كان مفيد عندي بالنسبة للمناشير والقطع الأفقي والعمودي والرأسي، كان نعم. في خيال كثير، فساعدني شوي في الرسم. نعم. مرتبطات ببعضهم، الفن التشكيلي والهندسة، والرسم هو عبارة عن خطوط. نعم. الهندسة عبارة عن معمار وتكوينات، ويحتاجها كل فنان تشكيلي، فلذلك الارتباط بينهم يعتبر شيء وثيق. يعني. إذن بداية الموهبة هي دفعتك إلى أن تأخذ جانب من الهندسة، هو هذا الجانب. صحيح. الرسم. صحيح. نعم. كان ملزم مني أني أنا أدرس أي مجال يتعلق بالفن التشكيلي. نعم. من ديكور، من هندسة، من تصوير، من نعم. أي مجال يرتبط بالفن التشكيلي كان ملزم علي أني أطور من موهبتي، وأني أنا أدرسه أو أكون بعلم به في المجال هذا. نعم. يعني كزملاء معك في الجامعة في هذا التخصص، يعني يعني واضح أنه حضرتك قلت أنه الرسم، موهبة الرسم الأساس اللي في داخلي في من الطفولة في الفطرة، أنه دفعت بك أن تأخذ هذا الخط.
الزملاء الذين يدرسون معك في يعني هذا التخصص نفسه، هل ألا ممكن أنه مثلا أنه بعد أن يدرس هذا التخصص تنمى لديه قدرة الرسم، أو يكتشف في داخلي أنه لديه الموهبة لكن لم يكن يعلم بها حتى دخل هذا المجال؟ أولا أنا لم أكمل مجال الهندسة. نعم. فلما كانت أخذت يعني حوالي ممكن سمسترين أو ثلاث. نعم. ولكن بموضوع أن الهندسة أو يعني ابتكار أو تعلم الرسم، فهذا أنا ضد الكلام هذا، أو مش مقتنع بالكلام هذا أن نعم. أن الرسم يكون يتعلم. أنا أعتقد أنه هو موهبة من الله توهب للإنسان، زي نعم. موهبة الصوت، موهبة الغناء، موهبة مواهب عديدة، الشعر موهبة. مؤكد طبعا مؤكد هي الموهبة بالأساس الله يهبها للإنسان، ولكن لكن قد يكتشف أنه لديه الموهبة لكن لا يدري. نعم. لو توجد الموهبة عند إنسان فالتوجيه يكون هذا يكون توجيهها للمجال هذا عن طريق الطرق الصحيحة للفن التشكيلي. نعم. ولكن إن أقصد أني تعال يا شخص علمني الرسم، فهذا صعب. لا يعلم. لا يعلم. يوجه أوكي. يوجه نعم، ممكن أن يصقل. يصقل يوجه يصقل. يتم تدريبهم يتم واحد، ولكن لا يمكن تعليم الرسم. نعم. الموهبة تولد مع الإنسان. حضرتك يعني بالأساس من مدينة هون. نعم. نعم. مدينة هون. وانتقلت للدراسة في مدينة طرابلس. صحيح. ولادتي ومنشأي في مدينة هون. نعم. أغلب حياتي كانت في مدينة هون. نعم. يعني نتيجة الدراسة بسبب حكم الدراسة في جامعة طرابلس الغرب الليبية. عشت فترة في طرابلس. طرابلس تطلق عليها طرابلس الغرب، يعني تسمى عروس البحر الأبيض المتوسط. بماذا تميزت هذه يعني هذه المدينة عن باقي المدن حتى يعني تمتلك أو تحوز هذا اللقب؟ طرابلس فعلا كانت تسمى عروس البحر الأبيض المتوسط لجمالها الرائع بصراحة والفائق، وكانت تمتلك شاطئ من أجمل الشواطئ في شمال أفريقيا أعتقد. طبعا تسمية طرابلس جاي من تريبوليس، الثلاث المدن اللي هما صبراتة وأويا ولبدا، فأخذت طرابلس هاي الاسم التسمية. تسمية طرابلس الغرب طبعا لوجود طرابلس لبنان، شمال لبنان. نعم. شمال لبنان. ولكن كان معمارها كان معمار إيطالي، وطبعا معروفين إيطاليين بالجمال المعماري والفن المعماري فيه. نعم. فكانت شوارح مبانيها تحفة من التحف الفنية والتحف، فكان فيها حتى النصب والتماثيل الإيطالية الرائعة هاي كانت موجودة في طرابلس، اختفت بعض منها ولكن موجودة. فكانت فعلا كانت عروس البحر الأبيض المتوسط. جميل. قبل أيام شاركت، يعني لديك مشاركات محلية ومشاركات دولية، وقبل أيام شاركت في نشاطات ومعارض فنية في الأردن. بودي أن يعني نسلط الضوء على هذه النشاطات وطبيعة المعارض التي شاركت فيها في الأردن. مشاركاتي في الأردن كانت معظمها كانت ورش سمبوزيوم أو نعم. ورش، القليل منها كان عبارة عن ملتقيات أو معارض. نعم. أغلب مشاركاتي كانت مع منظم. نعم. أستاذ علي كريشان، أستاذ الرائع علي كريشان من جمعية أيلة. نعم. للثقافة والفنون بالعقبة، كانت أغلب مشاركاتي معه، وكانت في مشاركة أو اثنين تقريبا مع محمد هزايمة في عمان. طبعا يعني أنت شاركت في العقبة، في شاركت في العقبة في ميناء أيلة. الاسم التاريخي للأيلة لجمعية أيلة الثقافة والفنون، هو طبعا نعم. الاسم التاريخي للعقبة. نعم. شاركت حوالي 3 مرات أو 4 مرات في أيلة، فحبيت العقبة وحبيت أجواءها وكانت جميلة. يعني من غير شغل السمبوزيوم عملت جداريتين في الشوارع الرئيسية. نعم. جدارية حوالي طولها 70 متر، كان اسمها الهاشميون تاريخ وحضارة. نعم. هذه جدارية كان طولها حوالي 70 متر. نعم. تحكي عن تاريخ الأردن والعقبة وكان في جدارية ثانية لشركة اسمها شركة كيمابكو. فكان فيها جدارية عملنا لها جدارية للمدخل متاعها. نعم.
فشغلي كان مرتبط بالعقبة يعني أكثر شيء أكثر من عمان. نعم بالضبط. يعني هذا النشاط كان في العقبة. أي. أطول فترة كانت في العقبة. بالضبط. نعم. أي. وفترة قصيرة كانت في العاصمة. الفترة القصيرة كانت في العاصمة عمان لأن لعدم وجود يعني دعوات إلا قليلة يعني. نعم. إذا الدعوة الأساسية كانت إلى ميناء العقبة. العقبة بالضبط. أيلة. أيلة. جميل. يعني أكثر إنسان يألم لجراح وطنه وأمته هو صاحب الحس المرهف لا سيما الفنان التشكيلي. كيف عشت انعكاسات الإعصار الكارثي الذي دمر مدينة درنا الليبية في شهر أيلول سبتمبر صحيح. من العام الماضي المسمى إعصار دانيال؟ طبعا إعصار دانيال هذا يسبب لنا في ألم شديد يعني كثر ما شفنا من هول المصيبة اللي صارت. أنا للأسف في كنت في الأردن في حالة وقوع الحادث. نعم. ولكن حتى في وجودي أنا في الأردن كان الألم وصلنا حتى في يعني دائما نقول إحنا الوطن هو اللي يسكننا مش إحنا اللي نسكن الوطن. فكان وجع شديد الألم رغم إنه كانت فيه بعض شعرنا بالألم مثلا اللي صار في الزلزال في المغرب. نعم وقبل في تركيا. وقبل في تركيا. نعم. ولكن يقول لك لا يشعر بالألم إلا اللي يصاب به. نعم. ففعلا اللي كان الضد أو المعاكس اللي أو هون علينا الهول الكارثة هذه. نعم. هو التلحم اللي صار في الشعب الليبي. نعم. يعني قوافل بالآلاف كانت توصل الأمة كلها تلاحمت مع هذا بالضبط. الوجه. إيه. ولكن نحكي على الصراع اللي كان في ليبيا. نعم. والإخوة المتقاتلين فوحدت درنا وحدت الليبيين في هدف واحد واتجاه. نعم. واحد اللي هو مساعدة أهلنا في درنا. ربنا يتقبلهم إن شاء الله بالرحمة. آمين آمين. يعني كيف انعكس على أعمالك الفنية؟ فأنا كنت في معرض في الأردن والخبر عندي فاشتغلت على رسمة في. نعم. لوحة تحكي أنا بالحظ تفرجت على فيديو. نعم. لطفلة تحكي الوجع اللي صار. أنا آسف أني يعني نكأت هذا الجرح الآن الدموع تنهمل من عينيك. نعم لكن هذا قدر هذه الأمة يا سادة عماد. نعم فشفت طفلة يعني تحكي على مأساتها تحكي عن وجعها وأنها هي من طرابلس. نعم. فتأثرت بالطفلة هاي فرسمتها هي وبعض المشهد اللي صار. حضرتك لديك مواهب متعددة تمارسها فضلا عن الفن التشكيلي فإنك تمارس التمثيل والإخراج المسرحي. بودي أن نسلط الضوء على هذا الجانب كيف يعني تواكب الفن التشكيلي مع هذا الجانب من الإبداع الإخراج المسرحي والتمثيل. بدايتي في المسرح كانت عبارة عن فن ديكور. نعم. طبعا كانت البداية في مسرحية اسمها لعبة السلطان والوزير كانت من إخراج الفنان العراقي عدنان أبو تراب. نعم. الله يرحمه. فاستعان بي في شغل الديكور للمسرحية. من شغل الديكور اكتشف فيها موهبة التمثيل. هذه في العراق اشتغلتوها؟ لا في ليبيا. في ليبيا. في مدينة هون. نعم. فاكتشف فيها قال لي شو رأيك يعني تمثل معنا في المسرحية. فمثلت بدور بسيط وبعدين اقتنع بموهبتي في التمثيل فأدخلني في مجموعة مسرحيات منها السماحة لإيقاع الجلد. في أي سنة كان هذا العمل؟ كان في 1997 أو 1997. نعم. ما أذكرش بالضبط. وبعد توالت الأعمال المسرحية لقيت نفسي مسرحي أكثر من أني اتجهت إلى التمثيل والمسرح أكثر من الواحد. فكانت في تجربة لإخراج للمسرح الطفل. نعم. فكنت ساعدت صديقي وزميلي أستاذ إبراهيم فكران مخرج مسرحي ليبي في إخراج مسرحية للأطفال اسمها الأعداد. فازت بالترتيب الأول على مستوى ليبيا. نعم. فلقيتها فرصة أني ندخل مجال. اشتغلت إخراج على هذه المسرحية؟ لا مش هاي كنت مساعد مخرج. نعم. بس عملت مسرحية بعدها لكاتبة أردنية اسمها روضة الهدهد. نعم.
كانت مسرحية اسمها ليلى والكنز. أخرجتها للمسرح للطفل ونالت بعض الجوائز، وبعدها اشتغلت مينو دراما لممثل واحد يعني الطفل. نعم. في مهرجان في هذه المسرحية الأخيرة ليلى والكنز شغلتوها في الأردن أم في ليبيا؟ لا في ليبيا، كانت الكاتبة بس هي من نعم الأردن. نعم. روض الهدد اتصلت بها مباشرة، أنا أعطتني نعم نص من نصوصها للأطفال واشتغلت عليها ولقيت يعني نجاح. أنت اخترت النص واخترت الكاتبة؟ أنا اخترت النص. نعم. إيه اخترت النص اللي عندك مجموعة كتابات هي. نعم. روض الهدد. نعم. في المسرح الطفل، تخصص رسم مسرح الطفل، فاتصلت بها مباشرة أنا. نعم. أخذت منها إجازة الموافقة على إخراج النص، وفعلا كان لقى نجاح ممتاز، وبارك اتصلت بينا في وسط المسرحية يعني. نعم. روض الهدد كان على البث مباشر، فعجبها الإخراج وشكرتنا على. نعم. كان البث عبر التلفزيون الليبي؟ لا، كان تسجيل صوتي. نعم. اتصال من قبل ما تبدأ المسرحية. نعم. كان العرض في مدينة الزاوية نتذكر فيها، فاتصلت شكرتنا على النص وشكرتنا على المسرحية. وبعدين يعني هي كانت تسمع صوت ما كانت ترى صورة. اي بعثنا لها احنا البروفات بتاع المسرحية، عجبها الشغل. نعم. عجبها، فبعثت لنا رسالة صوتية بثناها في اثناء المسرحية؟ لا قبل ما ابدا المسرحية. نعم. وبعدين بدينا بلشنا في المسرحية. جميل. سنكمل بعد الفاصل، معذرة سالم، معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي والمخرج المسرح الليبي عماد السنوسي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أعود إليك سيد عماد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسرحية ليلى والكنز التي قلت من تأليف الكاتبة الأردنية روضة الهدهد، وعرضت مرة واحدة، عملت مرة واحدة أم تكرر العمل لهذه المسرحية؟ عرضت كمسرحية للأطفال في مدينة هون. نعم. وعرضت كمهرجان في مدينة الزاوية. نعم. يعني مرتين. كيف كان عكاس أو رأي النقاد في هذا العمل؟ كان أعجب الناس الحقيقة، النقاد والكتاب. نعم. بالمسرحية وعلى قدرات الأطفال في إنجاز هذا الشغل. نعم. الكبير المسرحية. هناك عمل مسرحي لاحظت البوستر لهذا العمل وهو هنا غزة. يعني وهناك رسم بوستر، يعني لا أدري يعني من رسم، بس أظن ربما لمساتك رسم البوستر. هي كانت في قصة في هالموضوع. نعم. الله يذكر بالخير أستاذ أحمد إبراهيم. نعم. مخرج المسرحية، معدل المخرج المسرحية. نعم. اتصل بي، هو صديقي ممثل، هو مخرج معروف في ليبيا. نعم. اتصل بي على أساس أن هنا غزة تكون المسرحية قائمة وأنا أرسم الخلفية مباشرة. نعم. كان هذا الاقتراح المقترح، وبعد الاقتراح هذا وبعد التجهيزات تغيرت الفكرة على أساس أن تظهر لوحة من اللوحات خلف الخلفية للممثلين. نعم. وكان هذا هو لوحة من لوحاتك؟ لوحة من لوحاتي. نعم. تظهر على حجم كبير، تظهر خلف الممثلين. نعم. من غير ما لنا خفنا أنك يصير في تشويه في الممثلين، أو يعني المسرح محتاج دي تركيز، يعني لو كان فيه رسم. نعم. التمثيل حيكون فيه تشتيت للمشاهد أنه هو لا يتبع الرسمة أو يتبع تقصد أن يكون هناك رسم ثابت من بداية المسرحية. ايه. نعم. أو لا مش ثابت، يعني تطلع المسرحية في نهاية، تطلع اللوحة في نهاية المسرحية. نعم. كانت تعبر عن غزة وشو صار غزة، هي أصلاً المسرحية كلها هنا، يعني هنا غزة. هنا غزة حكت أحداث وربطت ما بين ما حدث في دارنا وغزة من المآسي، فكانت نالت استحسان الجمهور في طرابلس، كانت عرض في طرابلس. نعم. حضرة، كان المسرح ممتلئ أتذكر. نعم. وازدحام شديد. نعم. على هذه المسرحية كانت نخبة من الممثلين الرائعين بصراحة، وهنيه أستاذ أحمد على هذا الإخراج وعلى هذا الاختيار،
كان توقيت مناسب أيضا. يعني فريق التمثيل وفريق الإخراج وفريق الديكور كله ليبي. ليبي. نعم. لا أنسى الفنان الرائع اللي عمل الديكور. نعم. أستاذ خالد. يعني كانت عائلة فنية رائعة بصراحة. يعني أنت تنازلت. لا عمل الديكور لآخر. لا أنا كانت مهمتي هي الرسم الخلفية. فقط. فقط. نعم. الديكور كان لأستاذ يعني طبعا أعطي كل ذي حقه حقه. نعم. الأستاذ خالد فعمل الديكور المسرحية وكان أنا مطلوب مني خلفية المسرحية اللي تخرج فقط. ما دمنا في حديث عن غزة والدور البطولي الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية في عموم فلسطين وفي غزة الآن من التي يعني عملية طوفان الأقصى التي انطلقت يوم 27 الأول، هذا العمل الجبار الذي قامت به الفصائل المسلحة الفلسطينية ضد هذا العدوان. نعم. والاحتلال البغيض العدوان الأرعن للاحتلال الصهيوني. يعني لاحظت لك عمل آخر أيضا، طفلة تقف وسط الركام غزة وهناك طائرات في الجو وكأنها تصرخ أو تنادي، ودي أن ما الرسالة في هذه اللوحة؟ هي مش صرخة. نعم. هي نداء. نعم. طبعا احنا غزة يعتقد الناس أو يعتقد البعض أن احنا مقصرين في حقها، وفعلا احنا مقصرين. نعم. ولكن مثلا وصلنا لمرحلة احنا ما باليد حيلة. نعم. معنى نقدم ما نقدر نستطيع أن نقدمه أو ما وصلنا نحن نقدمه. احنا والله لو ارواحنا فداء لقدس ولفلسطين وغزة. ولكن ما ملكت يدينا من مجهود او واحد، فكان هو الفن التشكيلي. قدمنا المساعدات، قدمنا كل شيء، ولكن كاحنا فنانين تشكيليين الالم اللي اعتصمنا كان في هذه الطفلة. هاي كانت تقول يلا خلاص احنا يعني عملتوا كل ما بدكم، ارموا كل قنابلكم، ارموا كل. نعم. لن نموت الا واقف. تخاطب العدو الصهيوني. تخاطب. نعم. العدو الصهيوني. نعم. اللوحه كانت تعبيري او شعوري انا اني اقول يعني حطوا كل ما عندكم، ضعوا كل ما نحن باقون. نحن باقون. نحن نموت ونحن واقفين. يعني فضعوا قنابلكم، ضعوا. نعم. بوارجكم، طائراتكم، يعني ما في بعد الموت. نعم. خلص. جميل. هذه اللوحة الوحيدة أم هناك مساحة واسعة للعمل؟ عديد من اللوحات. نعم. رسمت في هذه القضية، وهذه كانت كلها في أغلبها في بدايتها كانت خربشات. نعم. خربشات لي أنا، وكأن كان حلم هذا الجندي أو الرجل المقاومة وهو ماسك الجندي الإسرائيلي جرجر فيه. نعم. مثل هذا مشهد لا تراه. نعم. كل يوم. أنا لاحظت هذه اللوحة أظن بقلم الرصاص. بقلم الرصاص. نعم. كانت خربشة. إيه. كنت أضع أحلامي في. نعم. في الواحد أنا شفتها واقع، هو طبعا شفناها كلنا واقع. بس كان من خيالي الرسم الخربشة هذا. كانت تشعرني بال. يعني هذا الرسم رسمته قبل أن تقع عملية طوفان الأقصى؟ لا. نعم. بعد طلعت عملية طوفان الأقصى. نعم. مرت علي مرور الكرام هي اللقطة هاي. لقطة. نعم. فكانت في حلمي شفتها يعني ما بتطلع من ذاكرتي. نعم. فجسدتها قلت احسن للضيع من القصه هذا او لعد نشوف نتكررها. جميل. هذه اللوحات عرضت في الاردن ام في ليبيا؟ في منها في الاردن وفي منها في ليبيا. نعم. انا عرضت مجموعه لوحات في الاردن على غزه وعرضت في ليبيا. نعم. على غزه. لوحات عرضت في العقبه ام في عمان؟ واحده في عمان واعتقد في العقبه، حتى اللوحات هذه في العقبه. نعم. وعرضت حتى في ليبيا، يعني مجموعة لوحات يعني. نعم. معرض عمل في ليبيا قبل ما جئك إلى الأردن؟ قبل ما جئ إلى الأردن إيه، لا مش ما كانش في معرض. نعم. أنا عرضت اللوحة، عطيتها في متحف. نعم. اللوحات اللي رسمناها في الورشة هان. نعم. حوالي تقريبا حوالي 3 لوحات أو 4 لوحات. طيب مسرحية هنا غزة قلت في طرابلس. في طرابلس. نعم. هل العمل مستمر أم توقف؟ والله أعتقد حسب معلوماتي أن أستاذ أحمد حياة كان بيعرض عرض ثاني في الشارع يعني. نعم. هل صار الكلام هذا أو لا؟ ما قلت هناك ربط بين يعني من جانب الوجع، قلت بين درنا وبين غزة. صحيح. يعني جانب الوجع معروف.
لكن إيه؟ عملية الربط كيف صارت بين غزة وبين درنة؟ عملية الربط إن الأطفال، نعم، الضحايا الأطفال اللي صار في درنة يعني كان بعدد مأهول، نعم، فتحس الربط اللي وهو سبحان الله كان الوجع واحد أو نعم. ف يعني أعتقد أن كانت في جملة في المسرحية ذكرت يعني حتى أولادنا حتى ضحايا نعم. درنا فداء لغزة وفداء يعني هم نفسهم كانوا من نفس الشهداء هي كأنها رسالة إلهية الزلزال في المغرب وقبل الزلزال في تركيا والزلزال في المغرب والطوفان صحيح. والإعصار في ليبيا وراح عشرات الآلاف سواء في الزلزال في تركيا أو في المغرب أو في الإعصار في ليبيا كأنها رسالة إلهية يعني حتى يهيئ هذه الأمة لأن تعيش تقبل الوجع المواجهة في غزة وفي فلسطين وأنه لا تأسوا على 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 ما يحدث هناك زلزال عادي إعصار يقتل آلاف فلا يقع اللوم على المقاومين أنه نتيجة هذه المقاومة قتل أطفال ونساء والآخرين يعني هم تحت الحلال ولا يمكن لي لا يمكن للأمة أن تتحرر إلا أن تعيش هذا المخاض كأنها هكذا أرى كأنها رسالة إلهية أنه سبق طوفان الأقصى هناك زلزال في تركيا قتل أكثر من 60,000 وشرد وأيضا في المغرب آلاف وأيضا في ليبيا كأنها أنا هكذا أنظر أنت كفنان تشكيلي كيف تنظر والله الفنان التشكيلي يختلف عن الإنسان في الوجع أرى نعم وليس هو يعني خيالات ملائكية ولكن ممكن احنا نتأثر بالألم أكثر من الناس الآخر ما يحدث في غزة يخلينا عدم القدرة حتى على النظر إلى من كثر الوجع هذا ما حدث في درنة يعني في درنة يقال إن ما تشاهده بعينك لا يمكن أن تنقل لك كاميرات أو حتى تصوير يعني مهما صورت مهما نقلت الواقع اللي يحكولنا اللي شافوه يقولك لا يمكن تصوره هذا أعتقد ما صار في غزة مهما نقلنا الإعلام مهما نقل من أحداث من تصوير من شيء لا يمكن أن نعيش الواقع اللي صاير الآن في غزة هذه الكارثة هذا الغصب أو الظلم اللي صاير على أهلنا في غزة فإن شاء الله ربي يتقبلهم جهد الفن التشكيلي طبعا الأدباء شعراء يعني كتاب بشكل عام قدموا جهد كبير في دعم الجهد المسلح في للمقاومة الفلسطينية الآن عندما نريد أن نحصي ونجري تقييما لما قدم على مستوى الفن التشكيلي في مؤازرة الجهد المسلح في فلسطين وفي غزة تحديدا هل يعني هو المطلوب كان في مستوى الطموح ليس في مستوى الحدث في عدة أسباب طبعا هي الرسم أو الفن التشكيلي هو لغة عالمية يفهمها العالم كله من وظائف الفنان أو الرسام هو نقل القضية أو نقل الرأي العربي والقضية العربية للعالم كله لم تنقل الرسالة كما يجب ليش؟ لأن كل المعارض وكل الملتقيات كانت في الوطن العربي لم نسمع عن ملتقى أو معرض أو ممكن بس ما سمعناش يعني لنقل قضية فلسطينية أو لنقل ما يحدث الآن في غزة يعني متمني اللوحات اللي ارتسمت هذه كلها تنقل إلى العالم العالم يفهم الصورة ويفهم الصورة نعم لها تأثير كبير أكثر مما تسمع نعم ولكن الفن التشكيلي ما ينقل الصورة بس بل ينقل صورة ورأي يختلف عن الصورة فتمنينا أن يكون بس زي ما نقول إحنا هذا حد الجهد لكن من خلال متابعتنا المشهد الغربي هناك يعني يعني طوفان أيضا من الرفض الشعبي لهذه الحرب والضغط هناك ضغوطات تمارسها الشعوب الحرة على حكوماتها الحكومات الغربية تقريبا بالمطلق هي مناصرة للكيان الصهيوني ولهذا العدوان والإجرام لكن حصل تغيير إلى حد ما في بعض المواقف أو تخفيف من حدة المواقف للمؤسسات الرسمية الغربية نتيجة هذا الضغط الجماهيري أعتقد الملصق
كان له تأثير، اللوحة والصورة كان لها تأثير على صحيح. على يعني الرأي الشعبي أو استنهاض الوعي أو يعني يعني رفع مستوى الوعي عند الشعوب بما يجري في فلسطين من عدوان وظلم وإجرام. الجانب آخر من المسيرة الإبداعية لحضرتك، أنا لاحظت أن التراث الليبي حاضر بقوة في لوحاتك بتنوعه، فالحارة الحارات ذات الأزقة الضيقة التي تكتظ بالناس، والبيئة الصحراوية والخيالة حملت البنادق، يعني بدي أن نطلع من خلالك من رسالة من خلال الاهتمام بالتراث و يعني عرضه بالمشهد الفني. طبعا أنا خلقت في مدينة أو نشأت في مدينة مثقفة بطبيعها، أغلبهم شعراء فنانين تشكيليين. كان يقام فيها مهرجان اسمه مهرجان خريف، مهرجان خريف السياحي الدولي اللي هي مدينة هون. مدينة هون المهرجان الآن في دورته ممكن 27 أو التغيت 27 بما صار لأحداث درنا، ولكن يعني 27 سنة والمهرجان يقام. فكان من فعاليات المهرجان هذه كلها ورش إبداعية ومسرح رسم. أنا نقلت الموروث هذا الموروث الثقافي اللي موجود عندي. وعشت في كنت عايش في تونس أنا 7 سنوات، مضطر أني نعرف الناس بموروثي الثقافي. يعني لو ما كنت في ليبيا كنت ما كنتش نرسم فيه كثير. بس لما طلعت برا فاضطريت اني نبين الناس انا منين، من اي مكان، من اي بيئه طالع. فكانت رسوماتي اغلبها صحراء، خيل، نخيل، مباني ازقه قديمه، جمال، كل موروث. رغم ان تونس يعني تختلف في يعني اكثر اغلب لوحاتهم كانت التجريدي والسريالي وال تاثرهم بالطابع الأجنبي الغربي، ولكن كنت أنا أبعث أيقونات رسائل اللوحات. لا يعني تخلو كل هذه الأعمال اشتغلتها في تونس معظمها. إيه معظم اللوحات كانت في تونس. ولكن كانت عندي لوحات قديمة ولوحات في منها بويع، في منها ضاع، في منها في منها اللي لم حتى ما قدرش نلحق إني نصوره أصلا. هي هذه في تنوع في حتى في اللوحات. جميل، شكرا لك المهندس والفنان التشكيلي والمخرج المسرحي الليبي عماد السنوسي على هذا الحوار. شكرا لك استاذ محمد، وشكرا لقناة الرافدين على هذا اللقاء الرائع الممتع بصراحة، ونتمنى لكم التوفيق والتقدم ان شاء الله للجميع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك اعزائي المشاهدين، اشكر لكم حسن المتابعة، حتى التقيكم في وضاءات اخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.